إلى الروس الذين أتوا بعثت لهم بتقريري لأخبرهم بأنهم بلا عقل وتفكير. إلى الروس الذين أتوا بعثت لهم بتقريري لأخبرهم بأنهم بلا عقل وتفكير. كفاكم يا جنود الروس تأليف الأساطير، فقد جئتم إلى موت أيا قوم الخنازير، أيا قوم الخنازير. فإنا عترة الأحرار أبناء المغاضير، وليس الظلم يرهبنا بتقتيل وتدمير. فإنا عترة الأحرار أبناء المغاضير، وليس الظلم يرهبنا بتقتيل وتدمير. وشق مسير موكبنا شعاع الحق والنور، لأجل الله مقصدنا بدرب الخلد والحور، بدرب الخلد والحور. إلى الروس الذين أتوا بعثت لهم بتقريري لأخبرهم بأنهم بلا عقل وتفكير. إلى الروس الذين أتوا بعثت لهم بتقريري لأخبرهم بأنهم بلا عقل وتفكير. كفاكم يا جنود الروس تأليف الأساطير، فقد جئتم إلى موت أيا قوم الخنازير، أيا قوم الخنازير. تذكر يا خسيس الروس خوضات المغاوير، بشيشان وأفغان وكم فازوا بتحرير. تذكر يا خسيس الروس خوضات المغاوير، بشيشان وأفغان وكم فازوا بتحرير. وقد أصبحت مهزلة وضيعا في المعايير، ومرغ رأسك المهزوم مقهور التعابير، مقهور التعابير. بعثت لهم بتقريري لأخبرهم بأنهم بلا عقل وتفكير. إلى الروس الذين أتوا بعثت لهم بتقريري لأخبرهم بأنهم بلا عقل وتفكير. كفاكم يا جنود الروس تأليف الأساطير، فقد جئتم إلى موت أيا قوم الخنازير، أيا قوم الخنازير. ومنذ خروج ثورتنا وصرخات الجماهير، وروسيا مسلحة لجيش القتل والزور. ومنذ خروج ثورتنا وصرخات الجماهير، وروسيا مسلحة لجيش القتل والزور. فماذا ضرنا إن بان منهم كل مستور، فما زلنا نقاتلهم بتوحيد وتكبير، بتوحيد وتكبير. الذين أتوا بعثت لهم بتقريري لأخبرهم بأنهم بلا عقل وتفكير. إلى الروس الذين أتوا بعثت لهم بتقريري لأخبرهم بأنهم بلا عقل وتفكير. كفاكم يا جنود الروس تأليف الأساطير، فقد جئتم إلى موت أيا قوم الخنازير، أيا قوم الخنازير. فصبرا شامنا صبرا أتينا بالتباشير، سندحر كل محتل ونسحق كل مغرور. فصبرا شامنا صبرا أتينا بالتباشير، سندحر كل محتل ونسحق كل مغرور. ونرجع بسمة سلبت ونوقد شعلة النور، وتفرح أمتي فخرا بتمكين وتحرير، بتمكين وتحرير، بتمكين وتحرير.